نبدأ بالخبر الأبرز على منصات التواصل. فبالأمس ودعت الساحة الفنية سيدة المسرح السياسي وصانعة الكوميديا الفنانة المصرية سهير البابلي عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض. سهير البابلي عرفت بأنها من قامات الفن المصري ولديها سجل حافل وإرث فني كبير من مسرحيات وأفلام ومسلسلات. بدأت مسيرتها وهي مراهقة بتقليد الممثلين، ثم انتقلت إلى خشبة المسرح، ولقبها المفضل كان سوسكا. تميزت الراحلة في إتقان اللون الكوميدي وكذلك الدرامي، ولها رصيد هائل من الأعمال الفنية السياسية والمسرحية. من أهم أعمالها المسلسل الكوميدي المعروف بكيزة وزغلول، والذي لاقى نجاحا باهرا في الثمانينات، إلى جانب عدد من أعمالها منها مسرحية ريا وسكينة مع شادية ومدرسة المشاغبين. أما عن الأفلام فتألقت بفيلم جناب السفير ولحظة ضعف مع صلاح ذو الفقار، وفي التلفزيون مسلسل الحقيقة، وأعمال أخرى كثيرة. دعونا نتابع لقطات من أهم أعمالها. انت عايز ايه؟ نعم، انت عايز ايه بالظبط؟ فهمني انت عايز ايه يا باجت يا بصيري. سنة 80 قالوا لنا هتطلعوا من عنق الزجاجة. بس احنا مرضناش. مش بكابر، هناك فرق. ايوه في فرق. دي جربوعة، انا هانم. انا اتولدت هانم وحموت هانم، بس بعد عمر طويل. العالم كلها لازم تعرف الحقيقة دي. اوه نعم، اوه لا لا، في واحد لواء زي سيادتك محترم يسأل واحدة محترمة زي سنها كان؟ دلعني. أنا كل الناس بتاكل عشان تتخن وانت بتاكل عشان تطول. احنا تربينا على فن الراحلة سهير البابلي عموما. وفاة الفنانة القديرة سهير البابلي هز الوسط الفني ومواقع التواصل، وحتى الآن يشغل اسمها الترند تحت هاشتاج سهير البابلي، اللي كان من خلاله معجبيها ونجوم الدراما قاموا بنعيها واستذكار أبرز أعمالها. نتوقف مع بعض هذه التغريدات. قبل ساعات شارك محبي وأصدقاء ومعارف الفنانة الراحلة سهير البابلي في مراسم تشييع جثمانها. دعونا نتابع بعض اللقطات من الجنازة. الوش القدام، الوش القدام. ينضم إلينا عبر الهاتف الفنان القدير أحمد بودير. هل أنت معنا سيد أحمد؟ معك يا سماء. تعزينا الحارة لحضرتك، لجمهورها، لعائلتها الفنية الصغيرة وعائلتها الكبيرة في العالم العربي كله. هي خسارة كبيرة. إن الله وإن إليه رجعون. الله يرحمها، كانت مدرسة. أنا شخصيا تخرجت في مدرسة سهير البابلي من خلال مسرحية ريا وسكينة. صحيح. وبعديها دخلت الجامعة بتاعت سهير البابلي. حضرتك وصفتها بأنها غول. الرصيف. حضرتك وصفتها بأنها غول المسرح، وهي فعلا غول تاكل كل طبعاً. اللي حواليها. طبعا غول مسرحي، وإذا ما كانش الفنان اللي قصادها
فاهم هي مفاتيحها ايه وقادر يقف قصادها، صحيح مش هيبان نهائي. انما هي كانت عندها القدره في ريا وسكينه، وانا لسه في بداياتي وانا بمثل مع فنانه بهذه القيمه والقامه، ان هي اللي خدت ايدي وطلعتني لفوق ووصلتني للمستوى اللي ظهر في ريا وسكينه، لان هي كانت متواضعه ومتعاونه وفنانة يعني. هي لديها، ما هي سر الخلطة؟ ما هي سر خلطة سهير البابلي؟ هي تجمع بين الدفء والمحبة والشدة والسخرية والصرامة، في خلطة عجيبة لسهير البابلي. الثقافة، ثقافتها، لأن سهير كمان تميزت في المسرح السياسي، والمسرح السياسي ده لازم الفنان يكون مثقف وواعي وفاهم قضايا بلده وقضايا الأمة العربية، عشان لما يطرح هذه القضايا بتاعتها يبقى فاهم أبعادها السياسية والنفسية والاجتماعية. سهير كان عندها القدرة إنها تقرأ وتفهم وتعي ما تقوله، فكان تأثيرها قوي جدا في الأعمال السياسية بالتحديد، يعني في 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 الرصيف أو في الريا وسكينة. كانت الناس والله من الدول العربية، سواء من الإمارات، من السعودية، من الكويت، من كل الدول العربية، كانوا بيجوا بالطيارة مخصوص يتفرجوا على سهير البابلي وتاني يوم يسافروا. ليه؟ لأن هي كانت سوبر ستار مسرح، كانت نجمة كبيرة قوي، نجمة شباك، وده صعب أنه يتوفر لسيدة. دايما النجوم عندنا كانوا بيبقى الرجل، صحيح. إنما سهير كسرت القاعدة دي وبقت نجمة شباك في المسرح الخاص اللي هو تذاكره غالية. ليه؟ لأن هي كانت بتشع موهبة وقدرة على العطاء وتفاعل مع الناس. هذا كان يوصلنا، هذا كان يوصلنا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، في مقطع يعني دائما وهلأ حاليا بعد وفاة الراحلة سهير البابلي يتم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل، هو مقطع من ريا وسكينة اللي إحنا دائما بنتذكره، وفي ابتسامة عريضة على وشنا لما كانت بتزغطك وبتطعميك وقت الفطور. ياريت تحكي لنا عن كواليس هذا المشهد، لأنه هو راسخ في الذاكرة. ده ذكائها، ده ذكائها، لان المشهد ده كان ما فيش الاكل وخلاص واتكلم، انما انا كنت بصور في القاهره ورايح اسكندريه في اليوم ده، فما لحقتش اروح وطلعت على المسرح على طول. فلما اتحط الجبنه والبيض والجرجير انا فعلا كنت جعان، فكلت كلت بشراهه لان فعلا الوقت المناسب. فهي استغلت اللحظه دي بقى، وشوف المشهد بقى تداول بشكل واسع، ولحد الآن إحنا دائما بنقلد المشهد الثنائي حضرتك. ما هو ده ذكائها بقى، ده ذكائها الفني وحضورها الطاغي، إنها استغلت اللحظة دي وقالت المخرج ما قالش كده كلمة وتتكلم وأنت مزنوق حضرتك، ما صدقت. فلما المشهد ده لقى استحسان كبير قوي مع الناس، فعلا بقيت كل يوم اروح جعان مخصوص علشان نعمل المشهد ده كده. هو الانسان ذكرى على اي حال. استاذ احمد، سؤال اخير، حضرتك الله يرحمها، حضرتك كنت على تواصل معها بالفتره الاخيره؟ على طول على طول، وكان في كافيه كده في مول، كنت كل يوم جمعه اروح اتغدى هناك، وهي كانت بالصدفه لازم تروح كل يوم جمعه هناك، فكنا بنقعد ونتكلم عن ذكرياتنا في ريا وسكينه وعلى الرصيف. وبعدين قالت لي يلا عايزين نعمل مسرح سوا، قلت لها يا سلام ده شرف لي يا استاذه، ده انت اللي خرجتيني من المسرح، انت اللي خليتيني بقى اقدام راسخه على المسرح بفضلك. قالت لي لا لازم نعمل عمل مع بعض. ف رحم الله الفنانة سهير البابلي، راحت لربنا سبحانه وتعالى، ولا تغلى على أحد، يعني رحمة البقاء ربنا، البقاء لله. أستاذ أحمد بودير، أنا بشكر أنك أعطتنا من وقتك، وإن شاء الله يعني تكون هي في رحمة واسعة. يصبر أهلها ويصبر الناس كلها اللي بتحبها. شكرا لمشاركتك معنا.